على الساحة السياسية تؤكد أن المشهد السياسي سيشهد قريبا تفاهمات بين الأطراف السياسية لبحث الخلافات المتعلقة بالانسداد السياسي. بحضور 275 نائبا، البرلمان يصوت وبالإجماع على مقترح قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. تشهد العملية السياسية ركود غير مسبوق طوال عمر الحكومات اللي شكلت ما بعد عام 2003، لكنه على ما يبدو فإن حالة الانسداد السياسي قد أشعرت الأطراف السياسية المتخاصمة بضرورة الرجوع عند نقطة مفصلية لا سبيل سواها، وهي لغة التفاهمات والحوار التي من شأنها تحريك المياه الراكدة، حيث حال العملية السياسية كما يصفها المتابعون للشأن السياسي هنا بات لزاما على الزعامات السياسية للكتل والقوى اللي تتصدر المشهد أن تجلس إلى طاولة حوار واحدة، حيث ذلك ما تقتضيه الحاجة الملحة للعملية السياسية بعيدا عن التخندقات الحزبية والخلافات غير المجدية. في الجانب الآخر، فإن البرلمان وخلال فصله التشريعي الأول للسنة التشريعية الأولى كان قد صوت وبالإجماع على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، إقامة العلاقات مع ذلك الكيان الذي أفشلته الشخصيات التي رعت البرلمان إلى هذا القرار، وأجهضت كل مخططات دول الاستكبار العالمي اللي تهدف إلى زعزعة أمن العراق والمنطقة، حتى يكون قرار البرلمان بمثابة عرس جماهير للشرفاء الرافضين للتطبيع حفاظا على سيادة وأمن العراق، في الوقت اللي توصف فيه هذه الخطوة للبرلمان بأنها الخطوة التي تعكس مدى جدية الرفض لكل المخططات الاستعمارية اللي تهدف إليها أمريكا وإسرائيل، لتؤكد الأوساط الشعبية والجماهيرية بأن ذلك القرار سيضع حد لكل من تسول له نفسه التعاطي مع الكيان الصهيوني الأمريكي بعد حظر وتجريم التطبيع مع ذلك الكيان الغاشم. مشاهدي الأحبة، رافقونا في حصاد الأيام حتى نفتح هذه الملفات المهمة مع ضيوف الكرام. حياكم الله مشاهدي الأحبة. توحيد وجهات النظر والوقوف عند ما يمكن أو يمكن الأطراف السياسية من تجاوز الخلافات أمر يراه مراقبون لا بد من تحريكه، وتحريك المياه الراكدة للعملية السياسية وتمرير عجلة التقدم للحوارات في العملية السياسية، وهذا الموضوع لربما من شأنه الخروج من حالة الانسداد السياسي. بالتالي المشهد تخيم عليه ما راح يفتح آفاق تشكيل الحكومة المرتقبة اللي ينتظرها الشارع العراقي منذ أكثر من 7 أشهر. مشاهدينا الأحبة، نفتح هذا الموضوع في أول ملفات الحصاد، لكن بعد أن نتابع تقرير الزميلة نهى الشمري. القطيعة الكردية ترفع راية التقارب بين الحزبين في كردستان على ضوء الزيارة الأخيرة بين اليكتي والبارتي لتبادل الآراء وتوحيد وجهات النظر، إذ يراها متخصصون أنها بادرة أمل وآفاق جديدة في الساحة السياسية التي عانت الجمود طوال المدة الماضية بعد فشل تحقيق الأغلبية في تشكيل الحكومة. ما يحدث الآن بالشارع الكردي أو محاولة تقريب في وجهات النظر بين الحزبين الكبيرين البارتي واليكتي، يعني أعتقد أنه كثير من المشاكل تم حلها لغاية اللحظة. تأثير هذين الحزبين أو هذه المفاوضات على البيت الشيعي وعلى البيت السني تأثير كبير،
إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار العلاقات السنية الكردية. فالزيارة الأخيرة لها مدلولات تشير إلى انفراجة قريبة تحتضن إيجابياتها تقارب البيوتات الأخرى التي من شأنها تعاود الحوارات المشتركة، لكن المتابعين يقرؤون المشهد الحالي بأن هذا التقارب لم يولد بدوافع وطنية، كون الأطراف المستفيدة أدلت بدلو الاقتراحات في جب العراق لتخرج منه منافع لها بتحريك المياه الراكدة للعملية السياسية منذ أكثر من 7 أشهر. هناك نوع من يعني من المبادرات لحلحلة المواضيع وحلحلة الأزمات بين الحزبين الكرديين وكذلك بين البيت الشيعي. أنا أعتقد ما حدث وسوف يحدث، هنالك توجد فواعل خارجية خاصة للبيت الكردي أن يتحدوا بينهم أن يخرجوا باتفاق معين من أجل حلحلة الموضوع، أن يتفق الجميع على اختيار رئيس جمهورية من الفضاء الوطني أو متفق عليه الأطراف. فعلى أمل لقاءات أخرى تتبع هذه التحركات التي تشهدها الساحة الآن من أجل تمرير عجلة العملية السياسية التي وقفت عند جمود الصراعات طوال المدة الماضية، وبالتالي ربما الإصرار بالمضي نحو طريق الحكومة المرتقبة، إذ يعتقد متابعون أن الانفراجة باتت قريبة بفواعل سياسية لتحريك المياه الراكدة منذ عدة أشهر. نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحباب، بهذا الملف أرحب بضيفي الكريم الدكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. أهلا بك دكتور ضيفا كريما. اليوم نتحدث عن العملية السياسية، تفاهمات مرتقبة لربما يراد منها كسر هذا الجمود اللي حقيقة أول انسداد أو أول جمود قلنا أنه العملية السياسية تعرضت إلى انسدادات، ولكن كلما مر الوقت لربما يزداد هذا الانسداد. هنا دكتور طارق، يعني هذه الفترة الطويلة من الخلافات المحتدمة على الساحة السياسية، اليوم هناك من يتحدث عن العودة إلى التفاهمات قريبا، وكان المفتاح لربما التقارب الكردي الكردي. شو نشوف الوضع الراهن وفقا لهذه المعطيات؟ أهلا وسهلا بحضرتك صار أحمد ومشاهديكم الكرام. في الحقيقة موضوع التقارب الكردي الكردي هو سيف ذو حدين، بالرغم من أهميته باعتباره يحل عقدة كبيرة لا سيما مسألة اختيار رئيس الجمهورية، ولكن نعتقد إذا كان هذا الاتفاق على حساب اتفاق الاتحاد مع الإطار قد يكون هناك مشاكل كبيرة قد تظهر ما بعد يعني إيجاد الاتفاقات الكردية الكردية، باعتبار أن انضمام الاتحاد للتحالف الثلاثي، وهناك يعني البعض يعتقد أنه المقترح أن الاتحاد إذا ما اتفق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على رؤية مشتركة فيما يتعلق بمرشح رئيس الجمهورية قد يذهب الاتحاد مع التحالف الثلاثي، ولكن إذا ما ذهب الاتحاد مع التحالف الثلاثي سوف لن تحل الأزمة، باعتبار أن التحالف الثلاثي يحتاج بحدود 40 إلى يعني أكثر 40 نائبا لكي يعني يستطيع أن يمرر رئيس الجمهورية، فلذلك ذهاب 14 نائب اللي يتمثلون الاتحاد سوف لن يحل المشكلة. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، حل عقدة رئاسة الجمهورية لا يعني ذلك حل الأزمة السياسية بشكل عام، باعتبار الأزمة الأكثر دقة الأكثر تعقيدا هي أزمة رئاسة الوزراء وفكرة ترجمة الكتلة الأكبر على أرض الواقع، باعتبار أن الكتلة الأكبر هي ليست مطلب يعني حزبي، وإنما هو مطلب دستوري، باعتبار الدستور أشار إشارة واضحة أن الكتلة الأكبر هي الكتلة المعنية بتشكيل الحكومة المستقبلية. ولذلك نعتقد
أن الحل يبدأ عندما يعني تعي جميع الأطراف حقيقة فشلها في إمكانية تحقيق أهدافها وفرض الإيرادات على الآخر. يبدأ الحل عندما يعي التحالف الثلاثي عدم إمكانية تشكيل حكومة دون التفاهمات وإيجاد صيغة مشتركة. تفاهمات مع من؟ مع الإطار باعتبار إطار تنسيقي. على إطار التنسيقي ولكن يدعوه منفردا وليس كإطار تنسيقي بعض المكونات. بالتالي هذه الحالة هنالك بالمقابل مبادرات من الإطار التنسيقي ولا حكومة تتشكل حسب وجهة نظر الإطار إلا بوجود التيار الصدري. لما تكون المعطيات بهذا الشكل وذهاب إلى المعارضة 30 يوم نسأل عن التحالف الثلاثي راح ينفرط عقده. بالتالي أنه الذين دخلوا في التحالف الثلاثي العامل المشترك بيناتهم الذهاب إلى المعارضة مجتمعين أم أن المصالح بالمرحلة المستقبلية هي الأصل. المعطيات تؤكد أن الإطار لا يستطيع أن يحقق فكرة الحكومة التوافقية في الوقت الحاضر مثل ما يعني موجودة في إطار المبادرات، ومقابل ذلك التيار لا يستطيع أن يجد حكومة أغلبية سياسية بالمعطيات التي يطرحها، وبالتالي نستطيع إيجاد تفاهمات بين الإطار والتيار من خلال يعني ذكر الشروط المتقابلة، بمعنى بالإمكان ذكر شروط معينة لتشكيل حكومة مستقبلية من قبل الإطار وفق نقاط محددة، مقابل ذلك يذكر التيار شروطه لتشكيل حكومة مستقبلية وعملية الموازجة بين هذه الشروط المتقابلة لغرض إيجاد تنازلات متبادلة لغرض إيجاد وثيقة يتم التوقيع عليها بين الإطار والتيار لتشكيل حكومة تلبي الطموح تلبي طموح الجميع، باعتبار في عالم السياسة لا يوجد شيء مستحيل. بالإمكان الجلوس إلى طاولة الحوار وإيجاد مشتركات مهمة، وعلى سبيل المثال التصويت على قانون التطبيع مع الكيان الصهيوني يعني استطاع جميع الكتل السياسية أن تتفق ويصبح هناك إجماع وطني وإجماع يعني كان التصويت بالإجماع، وهذا دلالة على إمكانية أن يكون هناك مشتركات الجميع يتفق عليها. ولذلك نعتقد أن هذا الموضوع موضوع إيجاد اتفاقات بين التيار والإطار مهمة للمضي بالعملية السياسية، باعتبار أن العملية السياسية سوف تبقى في على حالها وتبقى معقدة لطالما هذه الأزمة قائمة ما بين التيار والإطار، باعتبار أنهما يعني غريمان سياسيان مهمان وأعدادهم ليست قليلة. المشكلة الحقيقية في إطار المبادرات أغلب المبادرات فشلت. أسباب الفشل أنها مبادرات تقرأ من قبل الآخر باعتبارها تستهدفه. هنا أنا دكتور بدي أركز أنه الإطار والتيار. طيب التيار هو ضمن تحالف ثلاثي، بالتالي ما فصلت التيار عن التحالف الثلاثي هل من الممكن أن تأتي بعض القوى السياسية الكردية أو السنية وتنضم مع الإطار؟ هذا مستحيل حقيقة. لا مستحيل، باعتبار أن تحالف سيادة وتحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني يعي جيدا لا يمكن تشكيل حكومة دون التيار الصدري، هذه نقطة واضحة والأسباب كثيرة. وبالتالي نحن نتكلم عن التيار الصدري في إطار التحالف الثلاثي باعتبار التيار الصدري هو صاحب الفكرة وصاحب المبادرة وهو المعني بتشكيل حكومة، ليس يعني ربما ليست مشكلة تشكيل حكومة. يعني نتحدث هنا أيضا عن التفاهمات الكردية، يعني ما يكون هنالك تفاهم وجلوس إلى طاولة حوار واحدة، هل من المعقول أو يعني من قراءة حضرتك أنه راح تنعكس على إذا حلت العقدة الثانية، أقصد عقدة رئاسة الجمهورية، هل ستحل العقدة الثالثة بالنتيجة اتباعا؟ يعني الموضوع مرتبط يعني حقيقة، حتى موضوع رئاسة الجمهورية أكدنا على مسألة مهمة، سوف لن يذهب الإطار للتصويت لرئيس الجمهورية ويكمل العدد ما لم يكن هناك ضمانات لفكرة اختيار رئيس الجمهورية، لأن باعتبار رئيس الوزراء عملية اختياره تكون بالأغلبية البسيطة النصف زائد واحد التي يعني يتمكن منها التحالف الثلاثي، وبالتالي فإن الخطر الموجود في إطار العملية السياسية المستقبلية إذا ما تم تمرير رئيس الجمهورية وعدم وجود ضمانات للإطار تكون مكتوبة من قبل التحالف الآخر لغرض إيجاد صياغ مستقبلية. المشكلة الحقيقية في إطار المبادرات دائما ما تقرأ من قبل الطرف الثاني بأنها موجهة، بمعنى عندما تطرح يعني المبادرات في الغالب تكون بمثابة ردة فعل أكثر من كونها فعل، بمعنى نقرأ الساحة يعني نقرأ المشهد بشكل واضح، عندما تكتب التغريدات دائما ما تكتب أنه حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية، هذه العبارة دائما ما يعني تتبعها مبادرة من قبل التيار الإطار التنسيقي، ومقابل ذلك عندما يطرح الإطار التنسيقي فكرة التوافقية ويتحرك ويعني شكل هذا الثلث في داخل مجلس النواب الذي استطاع أن يمنع تمرير الحكومة المستقبلية واختيار رئيس الجمهورية، مقابل ذلك ذهب التيار لغرض إيجاد مبادرة، بمعنى أنه جميع المبادرات هي بمثابة ردة فعل أكثر من كونها فعل. فضلا عن ذلك نتوقع أن المبادرة لو كانت هناك مبادرة من خارج التيار والإطار
يكون نجاحها أكثر مما تطرح مبادرة من قبل التيار يعني طيب. من قبل التيار والإطار. ولذلك نعتقد أن المستقبل قد يكون هناك يعني مفاجآت تكون في طيات المستقبل. المشكلة الوقت يعني ما نقدر نقول مستقبل يعني. المستقبل مشكلة. دائما يبقى لدينا أمل باعتبار طيب. في عالم السياسة لا يوجد هناك مستحيل. ولكن نعتقد أنه موضوع الشارع وتحريك الشارع والتظاهرات التي قد تتحرك بالمستقبل قد تكون ضاغطة على التيار والإطار لغرض ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة السياسية. في هذا الأثناء أرحب بالأستاذ إبراهيم السكيني عضو ائتلاف دولة القانون ينضم معي عبر سكايب. حياك الله سيد إبراهيم. يتفضل ضيف الكريم الدكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ببعض الطروحات. هنا نسأل أستاذ إبراهيم عن قراءة حضرتك للمشهد المقبل، أين تتجه العملية السياسية، كيف هي بوصلتها، هل هي ذاهبة باتجاه التقارب في الرؤى أم في منزلق الانسداد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي كادر قناة الأيام الفضائية المجاهدة ومشاهديكم ومستمعيكم والأخ الدكتور الزويدي. لك كل التحايا. نعم، حقيقة المشهد السياسي هذا اليوم عند إقرار هذا القانون يعتبر فاتحة خير لغرض تفهم ما أرادت إليه قوى الاستكبار المتمثلة بأمريكا الشر وبريطانيا الخبث ووكيلتهم بلاسخارت، التي أرادت أن من مخرجات العملية الانتخابية أن تكون هناك كتل تفكر بأن تملي عليها بأن يطبعوا مع الكيان المصري إسرائيل. ألا أن هذا اليوم الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا قد أيقنوا بأن الإسلام بتعدد المذاهب فهو واحد، وكلمة المسلمين واحدة، وأن الأحرار جميعا هم ضد الطغيان والظلم، ومنها الشعب العراقي، الشعب المسلم الذي ممثلي هذا اليوم وضع النقاط على الحروف وقالوا لا لأمريكا، لا لقوى الشر، لا إلى الظلم. طيب. ومن هنا فإنها فاتحة خير. قلت عندما فاتحة خير تكون السيد السكيني، يعني ما الذي عليه الآن أن يبادر لحل الأزمة وأن يكون الحل مشترك الخروج من هذا الانسداد السياسي؟ أخي العزيز، القضية ليست وليدة الصدفة هذا اليوم، القضية ممتدة لعشرات السنين عندما أمريكا كانت تدير الحروب بالنيابة، منها عندما أنابها الهدام العراق صدام بحرب 8 سنوات. أطلب المعذرة ولغرض أن يكون كلامي له مدخل، ومن بعد أعرج على سؤالك بالإجابة. وقد أرادوا تفتيت البيت الإسلامي من خلال حرب 8 سنوات، وبعدها أرادوا تفتيت البيت العروبي عندما فتحوا له المجال وغزا أجار الكويت. وهذا اليوم عندما صير إلى الانتخابات ودفعنا دماء كثيرة وقامت الديمقراطية في العراق، إلا أنهم تدخلوا في الانتخابات الأخيرة وأرادوا أن يمارسوا نفس الدور، شق المسلمين، إلا أن المسلمين اليوم أعلنوها من خلال البرلمان. وإن شاء الله سيكون العراقيون والكتل السياسية التي مثلت الشعب بأن تمثل. ولكن هسه على أي حال وصلت هنالك مبادرات من الإطار التنسيقي ومبادرات من التيار الصدري أو التحالف الثلاثي، بالتالي أي من هذه المبادرات لم تأخذ دورها في حل هذه الأزمة السياسية أو الانسداد؟ أكو عندنا طرف آخر نضطر يقدم مبادرة، لأن رأس الأفعى قد اقتطع هذا اليوم، بعدها ستنفتح الرؤى للجميع إن شاء الله من هذا اليوم على جميع الكتل السياسية، والتي اليوم كانت يد واحدة فإنها تحل مشاكلها كعراقيين نحن وكمسلمين على حدة، بعيدا عن التدخلات الخارجية. وعلى الجميع أن يتعاون وأن يتفانى وأن يضحي من أجل تنفيذ هذه المبادرات
التي طرحت، والكل يجلس إلى مؤتمر وطني متمثل بالأخوة الكرد والأخوة السنة والمكون الأكبر الشيعي، وكذلك على الأخوة في التيار الصدري أن يجلسوا مع الأخ الأكبر ويرجعوا إلى مكانهم الذي هو هم مؤسسون له ضمن الإطار التنسيقي الشيعي. نعم. لغرض طيب سيد إبراهيم، الكتلة الأكبر. نعم. إذا تسمح لي تسمية الكتلة الأكبر، ومن بعدها وضع المعايير لغرض اختيار رئيس الوزراء. ولكن هنا قضية مهمة ونقطة قضية يجب أن نربط الوقت أستاذ إبراهيم. نعم. بس اسمح لي حتى نستثمر هذا الوقت، يعني لما يكون عامل الوقت دكتور طارق، من غير الممكن أن تتمدد العملية السياسية والوقت يمر وكثير من الأمور تعطلت. صح. حكومة تصريف أعمال يومية، وبالتالي إحنا ننتظر تشكيل حكومة جديدة والبرلمان يمضي بالوقت. هسه من الذي يبادر لحل هذه الأزمة؟ هسه إذا كان انعقاد القادة الكرد اجتماعهم في كردستان، بالتالي التسويق الإعلامي دائما ما يكون من الساسة الكرد بأنهم هم من يحلون هذه الأزمات. اليوم أين المشهد الشيعي خلال المفاوضات الكردية؟ أين الحلول اللي يقدمها الكرد للمركز؟ بالتالي هل هنالك مبادرات أم أنه لا زال المشهد ضبابي لحد هذه اللحظة؟ حضرتك ذكرت موضوع الوقت. الوقت ليس بصالح حل الأزمات السياسية، باعتبار كلما يستنفذ الوقت كلما تزداد العقد أكثر. والدليل على ذلك في بداية الأزمة كان هناك تقريب بوجهة النظر بين التيار والإطار، ولكن مع مرور الوقت وجدنا أن الأزمات بدأت يعني حقيقة تظهر بشكل أكثر، والأزمات بدأت تتفرع إلى يعني مسائل أخرى تتعلق بفرض الإرادات والسيطرة وفرض النفوذ. نعتقد أن المستقبل الحالي لموضوع الأزمة السياسية سوف يكون بأربع مشاهد لا خامسة لهما. المشهد الأول تشكيل حكومة أغلبية سياسية بشكل قسري، وعند ذلك سوف يتحقق الاستقرار السياسي. يعني جميع المشاهد مع الأسف أحلاها مر. المشهد الثاني تشكيل حكومة توافقية، ولكن التيار الصدري سوف يرفضها ولا يتعامل معها. المشهد الثالث نعتقد هو فكرة الدعوة لانتخابات مبكرة وحل البرلمان، وهذا المشهد أيضا هو صعب وقد يؤدي إلى مشاكل أكثر من المشاكل الحالية. المشهد الرابع الذي نعتقده هو الأكثر يعني حضور بقاء الوضع على ما هو عليه لغاية انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، وهذا أيضا المشهد الأخير أيضا هو ضحية المواطن، باعتبار الجميع ينتظر موازنة، جميع ينتظر حكومة بكامل الصلاحيات. طيب. لذلك نعتقد أن المشهد المستقبلي مشهد هو متشائم صحيح، ولكن مع الأسف الوقائع السياسية الحالية تدل على التشاؤمية، لا سيما وأن الكتل السياسية بالمجمل تحاول أن تفرض إرادتها على إرادتها على الإرادات الأخرى، ولم نجد هناك تنازل في إطار الأفكار والفكرة، باعتبار حتى موضوع المبادرات، باعتبار المبادرات في بعض الأحيان يجدها البعض أنها بمثابة تنازل. عندما نقرأ المبادرة بشكل عام في فحوها العام للتيار الصدري هي واضحة، مبادرة تهدف إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية. وعندما نجد المبادرة الإطار التنسيقي أو مبادرات المتعددة في فحوها العام تجد أنها تدعو إلى إيجاد حكومة توافقية. لا يمكن لنا أن نتوافق يعني نجعل أو نحاول تناقضات لا يمكن الجمع بينهما. يعني فكرة التوافقية مع فكرة الأغلبية هناك صعوبة في إيجاد مشتركات بينهما، وبالتالي نعتقد أن الكتل السياسية بالوقت الحاضر يعني أعتقد ليس أمامها خيار إلا الجلوس إلى طاولة الحوار، باعتبار أن الأزمة الحالية كلما يستمر فيها الوقت كلما تتعقد، والمواطن إذا ما دخل على الخط وبدأ يتحشد في موضوع التظاهرات. المواطن حاضر في هذه المعادلات أم أن المشهد السياسي لربما استبعد هذا العامل المشترك الأكبر؟ مشكلة حقيقية في غالب الأحيان التفاوضات والكتل السياسية دائما ما تبحث عن يعني مصالحها على حساب المواطن، حقيقة يجب أن أتكلم عليه بشكل عام بغض النظر عن المسميات، باعتبار أنه لو كان هنا المواطن حاضر ومصلحة المواطن حاضرة لكان هذا الموضوع ضاغط كبير على الكتل السياسية، لتنازلت عن المناصب وتنازلت عن
عن يعني الوزارات وتنازلت عن كل شيء من أجل خدمة المواطن، ولكن مع الأسف كل الكتل السياسية في الوقت الحاضر تحاول أن تستثمر فوزها في الانتخابات وتحاول أن تجد لها موضع قدم بالحكومة القادمة، وهذا الموضوع هذا حقيقة لا تخفى على الجميع. طيب أستاذ إبراهيم، يعني هل من الممكن أن تقدم بعض الكتل السياسية للتنازل عن مصالحها والذهاب لتحقيق مصلحة المواطن من خلال مبادرة أو من خلال تغليب أو إعطاء الطرف الآخر بعض الصلاحيات اللي يتحرك من ضمنها؟ أخي العزيز، أنا أتكلم على المكون الاجتماعي الشيعي. نحن لسنا لدينا أي مصالح بقدر ما أن تكون هناك هي مصالح إلى الشعب العراقي، بدليل أن قوى الاستكبار أرادت للتيار الشيعي أن لا يكون له مكان. وهنا أستاذ إبراهيم، حضرتك تتكلم عن قوى الاستكبار، هسه إذا كانت هي أمريكا وهذا الخط، فبالتالي نتحدث عن الضد النوعي البيت الشيعي اللي تحدثت عنه. البيت الشيعي هل هو متفق أم أن التحالفات والتخندقات كانت هي الحاكمة وهي التي سببت الانسداد لغاية هذه اللحظة؟ أخي العزيز، البيت الشيعي متفق، فقط عدم وجود الأخوة التيار الصدري معنا، أليس كذلك؟ نحن التيار الصدري اشتراكهم تحديدا، وحضرتك أيضا يعني تمثل عضو دولة القانون، يعني لربما هو العقدة في المنشار أنه التيار الصدري لا يريد الإطار دون دولة القانون. هذه ما تعتبرها عقدة؟ ما تعتبرها ثلمة في البيت الشيعي؟ وما هو السبب من ذلك؟ هسه الأسباب ناقشناها، لكن ما الحلول؟ خانة الحلول كيف نجدها؟ أخي العزيز، نحن وحدة موحدة، بيت شيعي واحد، لا نسمح لأي كائن أن يفتت هذا البيت الشيعي. نحن دفعنا دماء أنهار، كيف نسمح إلى كائن من يكون بأن يفتت البيت الشيعي؟ هذا جانب. التنسيقي لديه مشروع وطني ومشروع يدافع عن حقوق الشيعة في العراق أسوة بالكرد والأخوة السنة. نحن نقول كالتالي، هذا اليوم فتحت أبواب الأمل أن قوى الاستكبار وإسرائيل قد ولوا الدبر. اليوم علينا جميعا أن نتوخى الالتزام والالتزام بالدستور، وأن نتوخى الأخوة تكون شعار لنا أولا كمسلمين، ثانيا كدول عربية، ومنها العراق في تشكيل الحكومة، ومنها مثل ما تفضلت الكيانات السياسية. قلت لا، يجب عليه أن تتنازل. نحن نتنازل عن من؟ عن مكون أكبر في الدولة العراقية، أو نريد التفتيت؟ أعطونا الأسباب، ما هو السبب بإبعاد القانون؟ القانون لديه جمهور، القانون متمثل بالسيد المالكي، السيد المالكي رجل دولة. نحن كيف نستطيع بناء دولة وتشكيل حكومة تكون ناقصة؟ لسنا لدينا أي مصالح بقدر ما لدينا مشروع نحن في الإطار التنسيقي، ومنها دولة القانون. نحن يجلس الجميع إلى مؤتمر وطني، والكل يطرح طروحاته، والشعب العراقي هو من يحكم بعد ذلك. هذه هي القضية. يعني حضرتك حولت كثيرا على ما صوت عليه البرلمان من قانون إلغاء التطبيع أو مناهضة التطبيع، وهذا الموضوع يجب أن نستثمر في الملف الثاني من الحصاد. تقدم الشكر الجزيل لحضرتك أستاذ إبراهيم السكين، عضو ائتلاف دولة القانون، حدثتنا عبر سكايب، وشكر كثير لحضرتك الدكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسي في جامعة بغداد. متواصلون معكم مشاهدي الأحبة، نتابع في الملف الآخر. بحضور 275 نائبا، البرلمان يصوت وبالإجماع على قرار حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني.
مجددا بعد تقديمه من قبل اللجنة القانونية مقترح قانون حظر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني يحظى بالتصويت بالأغلبية المطلقة لمجلس النواب حتى يشمل 10 مواد تتحدث جميعها عن العقوبات الصارمة بحق من يتعاطى مع الكيان الصهيوني وبمختلف الأشكال والأساليب سواء التخابر أو الاتصال المباشر وما إلى ذلك من إقامة العلاقات مع الكيان الإسرائيلي. العقوبات اللي ضمنها قانون تجريم التطبيع تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام. تفاصيل الأوفى حول هذا الموضوع يطرحها علينا الزميل علي حبيب في تقرير الآتي. نتابع التقرير ومن ثم نفتح محاور الحديث مع ضيوف الكرام. بجلسته 9 من فصله التشريعي الأول صوت مجلس النواب على مقترح قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني والمقدم من اللجنة القانونية بعد قراءتين استفاضت فيها اللجنة استيضاح مواده أمام أعضاء المجلس النيابي. مقترح القانون الذي عرض في جلسة اليوم الخميس اشتمل على 10 مواد جميعها تتحدث عن العقوبات الصارمة التي تطال مرتكبي فعل التخابر أو الاتصال المباشر مع الكيان الإسرائيلي وبأي شكل من الأشكال، وتصل هذه العقوبات إلى الإعدام أو السجن المؤبد الذين يقومون بهذه العلاقات سواء مع الأشخاص أو الشركات التجارية التابعة للكيان الغاصب. فالقانون وبعد الانتهاء من ترصين مواده وفقراته صوت عليه بالأغلبية المطلقة بعد أن حظي بإجماع سياسي يكاد أن يكون منقطع النظير. القانون بحد ذاته فيه جنب إيجابية وتقنين لموقف الشعب العراقي بشكل عام كموقف الشعب، وكذلك تقنين المواقف السياسية للعراق باتجاه الكيان الصهيوني، الموقف العراقي الرسمي الذي يدعو إلى أن حق الفلسطينيين وفي فلسطين المحتلة بشكل كامل من البحر إلى النهر، وأنه لا وجود للكيان الصهيوني وادعاءاته وكذلك الأخبار التلمودية. ويعد هذا القانون من الديباجة وحتى الأسباب الموجبة خطوة مهمة في إجهاض أي محاولات تريد أن تلحق العراق بقطار التطبيع، فضلا عن مجابهته لأي محاولات للتهويد مع الكيان الغاصب لأرض فلسطين العربية، إضافة إلى أنه يعد موقفا تاريخيا ومن الثوابت للشعب العراقي ومؤسساته الرسمية التي يجب أن يحتذى بها في نصرة قضية الأمة الأولى. علي حبيب، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. بهذا الملف أرحب بضيفي الكريمين أستاذ فؤاد حجو المستشار الإعلامي للسفارة الفلسطينية. حياك الله أستاذ. حياكم الله. يعني هسه هو هذا بحقيقة أنه نقول لك مبارك، أم أنتم تهنون الشعب العراقي بهذه المناسبة وهذا التصويت من البرلمان العراقي. وكذلك أرحب بضيفتي الكريمة دكتورة راقية الخزعلي أستاذة القانون الدستوري. حياك الله دكتورة راقية. أبدأ مع حضرتك أستاذ فؤاد. اليوم وبعد التصويت بالإجماع من قبل البرلمان على حظر تطبيع مع الكيان الصهيوني، بالفعل راح ينجح قرار البرلمان بقطع دابر التعامل مع الكيان الصهيوني الأمريكي والتطبيع ويا هذا الكيان؟ بداية كنا نسمع من جميع الأحزاب العراقية، جميع الكتل البرلمانية، جميع التجمعات، النقابات، أن فلسطين هي نقطة أو موضوع توحيد وإجماع للعراق، الجميع يتوحد عليه على دعمها ويوحد العراق في دعمها. يعني كلام كان يعني بده، خاصة بعد ما حدث بعد 2003 بده إثبات. اليوم كان الدليل الدامغ وكان الإثبات أن العراق فعلا بقضه وقضيضه من أقصاه إلى أقصاه، كل أحزابه، كل مكوناته تجمع على رفض العدو الصهيوني، رفض احتلاله على فلسطين ودعم فلسطين وترفض أي علاقة أو تطبيع معه. دعني أرجع قليلا للوراء. بعد 2003 مع الغزو الأمريكي جاءت معه ماكينته الإعلامية، والتي الأمريكية والعالمية والماكينة
الإسرائيلية التي عملت ليلة نهار بمنصات إعلامية بالسوشيال ميديا بتوجيه الرأي العام إلى آخره على أنه تخترق العراق، على أنه تجعله يطبع مع إسرائيل. هو يعني بيضة قبان المنطقة، هو الصيد الثمين للمعسكر الأمريكي الإسرائيلي. اشتغلوا 20 سنة تقريبا، 19-20 سنة، وهن بيضخوا وهن بيشتغلوا، وانتوا يعني متابعين كوسيلة إعلامية، متابعين المنصات الإسرائيلية اللي تحاول، وخاصة على جيل الشباب كانت. و تبدأ أن وفد زار إسرائيل يشيعوا يطلعوا إلى آخره، أن ذهب أن هون أفراد يعني حاولوا أن يضخموا الموضوع. اليوم كان رد الحاسم من قبل البرلمان، رد المفصلي من قبل صحيح البرلمان، هي اللي هو ممثل في كل أحزاب العراق، كل مكونات العراق، كل يعني كل العراق موجود في هذا البرلمان. فلما اتخذ هذا البرلمان هذا القرار وبالإجماع 275 يعني في حضر الجلسة 275 عضو برلمان، وصوت للقانون 275 برلمان، أعتقد أنها يعني لأول مرة في قانون يقال بالإجماع. طيب بدون هذه الفرحة اليوم اللي دخلت إلى الأوساط الفلسطينية وإلى أوساط الشعب العراقي، دكتور راقي، وجدت الحظ بحضرتك. القانون أو الدستور، خلينا نبدأ من كثيرا ما ركز أنه تنظم هذه المادة الدستورية بقانون، هل خلى الدستور من نص يجرم التعامل مع إسرائيل؟ هذا من جهة. من جهة ثانية، القانون اللي اليوم تم التصويت عليه بالتالي راح بحاجة إلى تشريع، بحاجة إلى مراجعة، بحاجة إلى إدراج فقرات وأحكام عقوبات إلى آخره من هذه الخطوات تكون لاحقة لقرار البرلمان. بداية مساء الخير عليكم وعلى قناتكم الكريمة وعلى مشاهديكم الكرام وعلى ضيفي الكريم. الحقيقة فيما يتعلق في بالنسبة إلى قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بين قوسين إسرائيل، هذه المسألة بالبداية أحب أهنئ الشعب العراقي بها، وأهنئ كل القيادات والأحزاب اللي وقفت وراء إقرار هذا القانون اللي يمثل حقيقة واقع الشعب العراقي ويمثل حقيقة تاريخية. نحن لم ولن نقبل بالكيان الصهيوني ولن نقبل التطبيع معه بأي شكل من الأشكال. هذه كلمة قلناها ونحن صغار ونقولها ونحن كبار، وما زال النبض فينا، احنا ما رح نتقبل انه في يوم من الايام نخلي ايدنا بايد الكيان الصهيوني اللي اغتصب ارض من اراضي الوطن العربي وهو فلسطين الحرة الابية، وان شاء الله تعود لاهلها منتصرة وترجع فلسطين حرة ابية، وهذا شعار كنا نقوله واحنا صغار وما زلنا نكرره. أرجع إلى السؤال اللي حضرتك اللي سألتني إياه، إنه فيما يتعلق بالدستور العراقي والقوانين العراقية، حقيقة إنه قانون العقوبات العراقي اللي هي رقم 111 لسنة 1969 في المادة 201 جرم الحقيقة إنه يعني تأييد أو التعامل أو مساندة الكيان الصهيوني بشكل مادي أو معنوي أو الترويج لأفكاره أو التعامل معه بأي شكل من الأشكال. لا زال ناخد هذا القانون، جرت عليه تعديلات؟ لا، هو بالحقيقة هذا القانون كان نافذ وكان يجعل من العقوبة تتراوح بين الإعدام وبين السجن المؤبد، ولكن هذا النص ما كان حقيقة كافي لأن يصار إلى التجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، فكان كنا كدولة عراقية بحاجة إلى قانون يحظر التعامل مع الكيان الصهيوني ويجرم التعامل مع الكيان الصهيوني، خاصة بعد 2003 ووجود الكثير من الشخصيات وكذلك بعض الأحزاب اللي تحاول حقيقة التقرب من الكيان الصهيوني، فأصبح حاجة ملحة بالنسبة إلى الشعب العراقي وكذلك لكثير من الأحزاب والمؤسسات. فمن هنا جاءت الضرورة، وبالفعل
هذا القانون حظي بتأييد وإجماع من قبل الكثير من الأحزاب السياسية. كنظرة أولية بالنسبة إلى هذا القانون لو سمحت لي، هذا القانون فيه نقاط إيجابية حقيقة نثني عليها، ولكن هنالك ثمة أمور نتمنى على المشرع العراقي أن يأخذ بها بعين الاعتبار ويحاول تعديلها قدر المستطاع. النقاط الإيجابية تمثلت بأنه قد فصل بحظر التعامل وتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني بكل وجه من أوجه التعامل، سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات أو الشركات، وبالتالي جعل هنالك عقوبة تتمثل بالإعدام أو السجن المؤبد في حال إذا ثبت هنالك تعامل أو تعاون أو بأي شكل من الأشكال بين دولة إسرائيل وبين الدولة العراقية. أيضا من النقاط الإيجابية التي حملها هذا القانون هو كونه جعل أنه من الجائز أنه حقيقة كل من يحمل الجواز العراقي يقول أنه هذا الجواز يوسم أو يختم بعبارة أنه ساري المفعول في كل الدول وما عدا دولة إسرائيل، يحظر طبعا أنه يعني الطيران لها أو السفر لها بأي شكل من هذه الأشكال، طبعا الانتقال إلى دولة إسرائيل بأي وجه من الأوجه. الأمور الأخرى أيضا الإيجابية اللي رافقت هذا القانون أن هنالك منع وكذلك يعني أوقع عقوبات على المؤسسات والشركات التي تحاول التعامل مع الكيان الصهيوني بأي وجه من الأوجه، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو على المستوى التكنولوجي أو العلمي أو بأي صنف أو مجال من أوجه التعامل بالنسبة إلى الحياة البشرية. فجعل هنالك عقوبات، وقد تتمثل هذه العقوبات بغلق المؤسسة أو غلق الشركة بالإضافة إلى عقوبات أخرى. هذه النقاط حقيقة نثني عليها كونها نقاط إيجابية تصب في مصلحتنا إحنا كشعب عراقي لا نقبل هذا التطبيع. ولكن حقيقة هنالك أمور كنا نطمح من المشرع العراقي ومجلس النواب العراقي أن ينتبه إليها، لأنها مسألة حقيقة في غاية الخطورة، وهو ما ورد في المادة 4 من هذا القانون، وهو ما يتمثل بأنه السماح لحقيقة للتعامل مع الكيان الصهيوني، وذلك فقط لأغراض الزيارة لأغراض دينية. سمحت هذه المادة بالزيارة المتبادلة سواء من العراق إلى الكيان الصهيوني أو بالعكس لأغراض دينية، وبعد استحصال موافقة على أرض الواقع وزارة يعني الداخلية. نعم، تطبيق هذه المادة أستاذ فؤاد، يعني السماح للزيارات الدينية لفلسطين حتى التي تقع ضمن يد الاحتلال، بهذه الحالة هل هنالك قراءة واقعية من قراءة فلسطينية؟ هل هذه النقطة إيجابية تعتبر أم أن فيها بعض الأمور التي قد تؤدي إلى استثمارها أو استغلالها بطريقة سلبية والتواصل مع إسرائيل؟ دعني بداية أن أحيي الدكتورة راقية على مداخلتها وتفصيلاتها عن الجوانب القانونية للقانون الذي أقر اليوم. بالنسبة لمسألة الزيارات الدينية، أعتقد أنها بحاجة إلى نقاش أوسع وتفصيل ووضع ضوابط، ليس أكثر من ذلك. أكو ثغرات تشك أنه لربما تحدث؟ دعني يعني أعطيك ما يحدث على أرض الواقع، ما يمكن أن يحدث على أرض الواقع. نحن كقيادة فلسطينية، كدولة فلسطين، نرحب بكل إخوتنا المسلمين والمسيحيين عربا وغير عرب بزيارة الأماكن المقدسة للمسلمين في القدس، وزيارة الأماكن المقدسة للمسيحيين في القدس وفي بيت لحم، عندنا المسجد الأقصى وقبة الصخرة والحرم الإبراهيمي بالخليل. هذه يعني نرحب بشدة بزيارتهم، لأني زيارة السجين
ليس التضامن مع السجان ولا تطبيع مع السجان. نعم. زيارة السجين اللي هي الشعب الفلسطيني المحتل بالقدس في فلسطين تشد من عضده، تدعم اقتصاديا، تجعل له تواصل وتشبيك مع إخوته في مختلف الدول العربية. هذا يعني عادة يكون بتنسيق مع دولة فلسطين بدون ختم حتى جوازات، يعني بيتم التنسيق وبدون ختم جوازات سفر بأي أختام إسرائيلية، بيتم التنسيق لهذه الزيارات بحيث يروحوا زيارات دينية للمسجد الأقصى ويعيشوا بالقدس أو ببقية مدن الضفة الغربية خلال هذه الفترة أسبوع أو 10 أيام أو أسبوعين ويعودوا. بالمناسبات المسيحية عادة ومنذ يعني سنوات طويلة يذهب إخوة مسيحيين حتى من العراق لزيارة بيت لحم، وتذهب الكنائس ورجال الدين من الكنائس يذهبوا لبيت لحم وإلى آخره، ويتم التنسيق لهم ويزوروا ويحيوا يعني عيد الميلاد وهذه بيت لحم. هلا هذه احنا كدولة فلسطين نطلب ان اكبر عدد من المسلمين والعرب يزور الاماكن المقدسة في القدس وبيت لحم، هذا سند لنا. وبالعكس لما يشوفوا هذا الواقع ان التفاعل اكبر وارتباطهم بالقضية الفلسطينية بصير اكبر، حتى بصير على مستوى علاقات شخصية والى اخره، بحيث اني حركة التضامن والدعم للشعب الفلسطيني لتحرير أرضه والاستقلال تصبح أكبر. طيب دكتور راقي، يعني حسب قراءتك للمشهد السياسي ولكن أيضا وجهة نظر قانونية، لما 275 نائب يصوتون على هكذا قرار وفي هذا الوقت اللي نشهد به انسدادات سياسية، هل من الممكن أنه هذا الإجماع بهذا العدد راح يؤدي إلى انفراجة سياسية من جهة، أم أن الموقف تجاه القضية الفلسطينية هذا موقف ثابت وبقية الأمور لربما قابلة للتشنج؟ أنا أعتقد أن هنالك حقيقة أمور مشتركة لا يختلف عليها العراقيين، سواء كانوا على مستوى كمواطنين عاديين أو على مستوى الأحزاب والكتل السياسية. وهذه الأمور حقيقة تتمثل أولها بالقضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية الشعب العراقي كله رافض أي نوع من أنواع التطبيع مع هذا الكيان اللي قتل أبناء شعبنا شعبنا الفلسطيني العربي، وكذلك اللي سحب واعتدى على الهوية الفلسطينية، واللي يحاول مرارا وتكرارا أنه يمحي عروبة فلسطين وكونها دولة عربية إسلامية لها جذورها بكل شتى الطرق، قتل الأطفال، الشيوخ، الكبار، النساء. هذه مسألة حقيقة لا يختلف عليها اثنين من حيث إنه الجميع يرفض التطبيع ومد يده إلى هذا الكيان الغادر. هذه مسألة. مسألة أخرى حقيقة تتفق معها كل الأحزاب السياسية وكل المواطنين، هي مسألة لو كان وقع أي اعتداء على العراق أو على أي بلد عربي، أنا أعتقد كل الأحزاب اللي تحت منطوية تحت هذا العراق الكبير هي راح ترفض هذا الاعتداء. طيب. وبأي شكل وبأي صورة من صورة. دكتور مسألة بالإعلام قبل المسألة الثالثة، سؤال حضرتك أيضا، عندنا بالإعلام نظرية الغرس الثقافي، بالتالي لما يكون الإعلام مشتغل بماكنة تنقل الصورة الحقيقية، خلينا نختزل كل المشاهد بمشهد الشهيدة شيرين أبو عقلة، بالتالي عندما تستشهد على يد قوات الاحتلال، هذا الموضوع هل يولد شحنا عاطفيا يعني شعبيا من قبل كل الشعوب، بالتالي يأتي هذا القانون متساوق مع ما غرسه الإعلام غرسا ثقافيا في المجتمع؟ نعم بالتأكيد، يعني كثير من الصحفيين، كثير من أبناء شعبنا، كثير من أطفال ونساء
سواء كان من يحمل الجنسية الفلسطينية أو من العرب اللي حقيقة تعرضوا لهذا الاعتداء السافر على يد الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني لا تصدق وثق أنه لن في يوم من الأيام لن يتقرب ولن يحب أي عربي مهما كان مهما كانت الظروف والمسببات. إذن العداء بين العرب وإسرائيل هو ليس وليد اليوم، هو وليد قرون مضت وضحى أبناء شعبنا العراقي من أجل فلسطين الأبية. فهذه المسألة حقيقة مغروسة في نفوس العراقيين لا يزايد أحد عليها، والكل يجمع ويتفق على هذه المسألة. وبالتالي بالفعل ما حصل في قبة البرلمان أنه جميع الأحزاب وإن كانت مختلفة مع بعضها في مشروع حقيقة تشكيل الحكومة العراقية دكتور أخي الأمنحل الأستاذ فؤاد قوانين ولكن هذا القانون توحدت وانجمعت لأنه هي مسألة ليست وليدة اليوم هي مسألة لما يكون العراق هو فاعل في المنطقة، فاعل في ذاته وفاعل في المنطقة. قرار البرلمان العراقي أستاذ فؤاد راح أنه يفتح باب حظر التطبيع بعد أن هرولت بعض الدول العربية وغيرها إلى التطبيع. نعم هذا صحيح، لكن قبل إجابتي على هذا السؤال دعني أشير إلى نقطة. بعد 2003 كان في مثل ما قلنا حملات إعلامية مستمرة لغسل الأدمغة الشباب وحاولة الشارع العراقي زائد اختراق العراق. هذا ساهمت هذه وسائل الإعلام وساهم في نقطة أعتقد أنها جوهرية، وأناشد كل الإخوة المسؤولين بالعراق وقيادة الأحزاب الانتباه إلى ألا وهي إلغاء القضية الفلسطينية من مناهج التدريس العراقية. هذا فتح مجال أن جيل الشباب ما بعرف، الجيل الصغير ما بعرف شيء عن فلسطين، بالتالي يسهل التأثير عليه من ماكينة الإعلامية. هذه نقطة مهمة جدا. نرجع في أقل من دقيقة نسمع على فعاليات العراق. أنا ما رأيته اليوم وما نقدر من وزن ومكانة العراق في الأمة العربية والإسلامية والشرق الأوسط كله حتى العالم له وزن ووزن كبير جدا. بالتالي هذا القرار سيترجم بوقف التدهور على مستوى الأمة العربية والإسلامية والتسارع بعض الدول للذهاب للتطبيع واحدة وراء الثانية، سيوقف هذا الانهيار إلى حد كبير ويجعلهم يعيدون النظر في ما كانوا يتوجهون إليه. العراق هو الذي تصدى، هو الذي تحدى، ولن يستطيع أحد التأثير عليه، وستلحقه كثير من الدول. وما فعله وما اتخذه البرلمان العراقي الشقيق اليوم سيكون مثالا يحتذى لدول عربية وإسلامية أخرى لتتبع. أشكرك شكرا جزيلا سفارة حجو المستشار الإعلامي لسفارة دولة فلسطين في بغداد، وشكر كثير لحضرة الدكتورة راقية الخزعلي أستاذة القانون الدستوري أثريت الحوار في هذه الأضاءات المهمة. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.